مشينا وما لقينا لا دار ولا شجار. يا أهل الدار جيناكم كبار صغار، مشينا وما لقينا لا دار ولا شجار. لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار، لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار، وين البحر والليوان، وين الفارس والميدان، وين رجال ما بتنهان، وين الالفة والمحبة، وين النخوة يا خسارة شد ويا يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار. تقبرني حط لك مي مشان ما تعطش الطريق. لك يا رويدة شو رايح على الصحراء انا؟ ما طريقي كله مي وفي وخضرة. شو يا بي؟ عندك سبق خالي اليوم؟ لا يا بي، بدي اطلع المزرعة الشق عليها، صار لي زمان ما طلعت. يا بي خدني معك، والله داخلي من هالبيت. وين بدك تروحي وتتركيني لحالي؟ ما شايف العالم عم يجوا يهنوني بسلامة اخوك؟ عادي عادي. خلص يا بي ولا يهمك، إن شاء الله بس يتحسن أخوكي منروح كلياتنا ومنعدنا يومين ثلاثة، وأنا اليوم فهم منوري تعزل المزرعة أوضة أوضة. منيحة؟ يعني جهز الحبل مشان تعمل لي مرجوحة هونيك بالمزرعة. ها لعيونك أحلى مرجوحة يا بي. صغيرة لأنه لا تتمرجح يا بعدي. أب حمام شفي على القطعة سيد راشي، شفي على القطعة. هاي جديدة ولا مقلنة؟ تزعل منك أب حمد؟ ها شو مقلنة؟ جديدة سيد راسي، جديدة الله وكيلك جديدة. يا ابن نجيب طالما عندك وحدة جديدة ليش ما بتلبسها احسن ما تبيعها وتشتري وحدة مقلنة؟ شو هالسيد راسي؟ شو تفضلتوا سيدي؟ بدك يعني البسها لهي؟ ايه. ما بسخى يا ابو محمد، والله ما بسخى، بعدين بحقها بجيب اربعة مقلنين ما بسخى. يعني عريشك يا ابن نجيب، بس باين انت قطعة نظيفة. ها نظيفة من وين جايبها؟ هذا يا سيدي من اللي انت في لي رفيق باسطنبول بيعزني كتير كتير بيعزني، جاب لي هدية. يعني حريشك على السردة هي. لك انت يا ابن نجيب رفقت بالحارة ما عندك، بدي يكون في عندك رفيق باسطنبول. اب حماد خود مني من الاخير، الله وكيلك بخلق اهل الحارة ما بيتصاحبوا سيد راسي، ما بيتصاحبوا، الله وكيلك. سيدي خلينا بنوام ولا لا، شو بدنا بهالعي مشان الله. اب حماد اللي قديش تسوى ليك يا ابن نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة ابو محمد. خير شو في؟ يا سيدي عندي قطعة مرتبة غير شكل. هي شو هي القطعة؟ صباط اسطنبولي، جاي هدية لابو نجيب. قلت لحالي من أول ما شفته ما في حدا بيفهم بهيك شغلات غير أبو خيره. إيه
ايه لا اسطنبوليه ملوكيه اصليه. عجبتك يعني؟ ايه عجبتني. حط لي اياها بالكيس لقلك. ايه يستر عرضك سيد هاشم. وطنم بيع سيارتي، وطنم بيع. الله يستر. لك شو صار لك؟ ما نعطيها للزلمه بده يشتريها. اخي ما بدي بيع. لك معقوله؟ لك اعطيتك اياها لحتى تلبسها بتقوم تيجي بدك تبيعها بس مو الحق عليك؟ في ناس احق منك فيها. لا والله ما بدي اخذها. والله هي وقفك يا محمد. الله يعين وقتك يا محمد. دعاس انت ويوسف وابو سطيف بديروا بالكم على الحاصل بغيابي. تأمر معلم. ويا واش يا واش على الشغيله. ها حاضر معلم. ديبو نط سناول التنبر والحاني على المزرعه وجيب معك الفانوس لانه بجوز نتمثل لنرجع. تأمر معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك معلم. الله يستر لك. الله يديم. امان الله. يسر لك ربي بيوفقك يا معلمي. امين يا رب. الله عليك يا ابو نجيب. بده يبيعه لك. ايه والله عجبك على العمله. هذا الزلمه طول حياته هيك بيجمع بالمصاري وبيعرف حاله من كل شيء. لك وسمعت انه ابن نجيب طفش من الحاره بسبب طبع ابوه؟ مزبوط الحكي؟ ايه بلا قال لي عمل البيت مشان شويه قهوه ما اشتهى ياكلون. لا ونجيب ولد شغيل وتعيين، كان يطلع من اذان الصبح يجرها الكراجه مثل القديش هيك لاذان المغرب، وكان كل شيء طالعه ياخذها ابوه منه. والله لا يعطيك العافية يا ابن نجيب، مشان شوية قورمة بيقلع الولاد. لا والمسكين وين ما عاد كان يفتحوا له سيرة أبوه على ضحك ومسخرة. الولد ما عاد يتحمل، طفش من الحارة وما حدا عرف وين أراضيه. والله معه حق. هات لنشوف شو فيها القزيطة. والله يا أبو زهدي في أخبار لا بتفرح ولا بتسر. خير خير، شغلت لي بالي. الحرب على الآنة وكل ما لعمة تقرب صوبنا. مين على الآنة بقى؟ بأوروبا مو مطولة توصل لعنا. ها يا لطيف، مشان هيك أخذ عسكر شغال على أبو جنان. اي نعم. لك إن شاء الله بتسلمي لقلبي على هالركان. اي والله والله عمك أبو وطاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. يا عفاف عفاف. مور ابن عمي. جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينك. من عيوني. روحي صبوها شوفيني. حاضر يابي. يسلموا. أهلا خالو. مين؟ خالي أبو قاعود وخالي أبو دياب يابي. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالعقيد. اهلا سهر. اهلين ابو دياب. اهلين عقيد. والله شرفتوا. اهلين اختي الله يرضى عليك. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا شرفتوا. نجوحه تعي تعي. تفضل. كيفك سهر شو اخبارك؟ يا ميت اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك يا رب. اهلين ابن عمي. اهلين. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو شلون دلال؟ الحمد لله على حالها. ما بعرف ليش انشغل بالي عليها. قمت سكرت دكانتي وقلت لحالي اجي شوفها. إيه لكن ما زالك اجيت ابن عمي. رح اوصل لعند ام وطاح هنيه بسلامه ابنها، وانت بتبقى عند البنات لبين ما رجعت. يا بديع انا سكرت دكانتي مشان اجي شق على البنت وارجع، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ولك يا رجال والله مو حلوه ما روح هنيه للمخلوقه بسلامه ابنها. الواجب واجب، مو هيك علمتني ابن عمي؟ ولا انا غلطانه؟ لا ماني غلطانه. روحي اعملي هالواجب ورجعي، بس لا تتعوقي. ابن عمي الله يخليك لا تطلع من البيت لحتى ارجع، لانه البنات صايرين عم بيخافوا. اوف الدنيا نهار، من شو عم بيخافوا؟ والله ما بعرف ليش صايرين عم بيخافوا. رح روح البس ملايتي. يا بنوري. يا ميت اهلا وسهلا بالمختار. يا ميت اهلا بمعلمنا. اهلين وسهلين بابنوري. شلونك وشلون العيال؟ الحمد لله بخير، الله كرمنا بفضله وخيره. لا اله الا الله. شو اخبار الموسم السنه؟ الحمد لله. مثل ما لك شايف ماشي حاله. الحمد لله. ابنوري يرضى عليك، زبط لي القعده لبين ما شق على البستان. على عيني معلم. يا اهلين وسهلين، تفضل. اهلين.
ان شاء الله الحمد لله على سلامته والله يعافي لك اياه يا ام وضاح. الله يسلم لي اياك يا رب ويطعمك الصبي بجاه حبيبنا محمد. تسلمي ان شاء الله. شو وينها سميحه لكان؟ حبيبتي عم تتغسل. ايه حمام الهنا ان شاء الله. شلونن البنات؟ اخ اخ يا ام وضاح والله عندي هالصغيره. مين دلال؟ اضرب عليها ان شاء الله. خير شو بها؟ والله صار لها كام يوم ضعفاني. ما فاي ان شاء الله وما على قلبها شر. تفضلي تفضلي. ابن عمي لك الجاهز. يلا يلا تفضلوا على الميسور. يلا اهلا وسهلا. شو صهر ليش معذب حالك؟ لا 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 تكون معتبرنا غربه ولا نحن ضيوف. لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله شري. اهلا صهر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي؟ شو هاد الخير كله؟ الله يجعله عامر. الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. ايه صهر ما قلت لي؟ شو بموضوع الورثه؟ والله يا ابو قاعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب. لا صهري من حقك. مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان ونحنا بدنا نصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه. ايه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه والبوايك نحنا الاربعه عم نشتغل فيه. ابو قاعود اجل لي هالموضوع لبعدين كول. رح اكل صهري رح اكل. صهري ليكون مالك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا ابو دياب لا يا عيب الشوم هي ما حبيتها منك بنوب. اخي عشان تطمنوا انا رح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب. نحن اللي عنا مكفينا ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب انا عم بحكي امرك اخي. بس قلت لحالي يعني بركض عن صهري ابو ادهم عنده راي تاني او رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا ابو دياب هي ما حبيتها منك بنوب. تفضل واكيد. والله من ضل ميتين منه رعبي يا ام وضح. الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. يا لطيف لهالدرجه وصلت معه. الله وكيلك الله وكيلك. لو ما الله دخيل اسمه واقف جنبنا بالوقت والساعة لحتى كان هواطي نزل على البنات. أعوذ بالله على الحكي. وكيف ترك البنات لحاله؟ لا أيوه شلون تركتهم لحاله؟ إيه والله ما عدت استرجيت أتركهم لحاله لحظة واحدة. أبوهن عندهم تقبريني. وأبوهن دري بهالقصة؟ لا أيوه إيه والله ما يدرى لحتى يشرب من دمه. مثل ما بتعرفي يا موضع جوزي غريب ووحداني ونحن حريمات مالنا غير الله وهو. لهيك قلت لحالي بخبر عمي أبو غضاح بركي بيلاقي لنا حل هالمشكلة. وأبو أدهم ما دري بهالقصة؟ والله الأخر ما استرجيت خبره يا أم غضاح. بتعرفي أبو أدهم عصبي ودمه حام. خفت إذا خبرته يروح يذبحه وننفضح نكون نحن السبب وتصير قصتنا على كل لسان. خير ما عملتي ولا يهمك. طولي بالك هلأ بس يجي أبو غضاح أنا بحكي له وهو بيحط له حد. أعوذ بالله ما يدري بهالقصة ليطير عقله. ما بيهون عليه بهالحكي بنوب بنوب. بس دخيلك دخيلك يا أم وضاح ما بدي حدا يضرب قصتنا غيركم وأهم شي جوزي ما يعرف. أعوذ بالله هي أسرار الناس كلها عند أبو وضاح. إبير ماله قرار. الله يسلم لي الديات. دياتك يا معلم. هيك لك هاد قلت لي أبو نزهة اللعوب. إيه والله اللعوب. هو الحرامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمين سلموا المخترة بعدين؟ لا ابن الشيخ إبراهيم تعرفه؟ ايه ما بعرف غيره. الله يرحم أبوه كان أبوه من أهل الله. ايه والله كل أهل الضيعة بتحبه. ايه عندك عندك الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أهلين ديبو. أهلين أهلين ديبو. صار لك زمان ما أجيت لعنا. والله بس يعمرني المختار إجي بيجي أمري بإيد الله وبإيده. الله يعطيك العافية. ديبو برضاي عليك سيك ديشة الحنتور عطشانة. عمرك عود ديبو عود شراب شاي وأنا بسقيا. عود صب شاي خالي صب. عمرك مختار. يا ميت أهلين وسهلين بأبو وضاح. أهلين أختي منوري. الله يسلم الديات. هدول المشمشات من المشمشة البلدية ما بخلي حدا يقرب عليها خاص نص لإلك. الله يديمك يا منوري. شلونك ديبو؟ الحمد لله الله يقويكي. ليش ما جبت معك ام وضاح وسميحه خانو؟
اي والله اشتقنا لهون. ذكرتيني، نحن ان شاء الله بهالكم يوم يمكن نجي نقعد لنا شوي. بقى الله يرضى عليكي بدي همتك انت ونبيها تعزلوا لنا المزرعه والقوط جوا. هي تجي وبتلاقي كل شيء جاهز. ليش في عنا اغلى من ام وضاح وسميحه خانو؟ الله يفرحك فيها ووضاح قادر يا كريم. ويفرحك بحبايبك ان شاء الله. وبدي اياك يا شيخ زمزم تجيبي لي وضاح على قفاه وتخليه ما يعرف حلوه. والله يا اختي هي الشغله بدها الشيخ جوهر، انا ما بقدر عليها. استني لشوف لك يا اذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضى، ما بقدر اجي مشوار تاني. يا اختي الشغله مو بايدي، اذا كانوا عنده اخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش اخواته عنده؟ لك الملك الاسود والملك الاحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك لو والله احد. اصحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لانهم بشوفوكي بسمعوكي. هي انا نبهتك، انتبهي، بنبهوكي اول مره بعدين تصطفلي. ما دخلني انا اوعك. شو الصفحة هاي؟ يا سيدي هاي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أم رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. ايه والله مو بعيد يكونوا كذابين. يلا هلا هلا اطلعوا يا ولي. ضايلك لو والله واحد، دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيدي مرة تانية، ولو بتكوني باخر الدنيا بجيبوكي وبيمسكوكي وبيمسخوكي وبيعملوكي معزاية عم تنعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزاية؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا إله لملوك الجان. يا رب سامحوني يا رب يا رب. والله بعينته هالشيخ، شيخ له انتو هو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافيه شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. وضاح ابن رويدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بن صبحية. إيه؟ إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. كم سحارة صاروا ديبو؟ الخير الله عشرة. ايه الحمد لله. ابنورية مأمور معلم. الله يرضى عليك، بتبعت سحارة لمختار الضيعة وسحارة لشيخ الجامع. والله مبارح يا مختار بعت لهم وقلت اكيد انت رح تنبسط من هالشي. اكيد الله يجزيك الخير ويبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت سقاية يا بي؟ ايه يا بي، سقيت البستان كله. الله يبارك فيك يا نوري. شو اب نوري؟ بدنا تشد همتك بقى وتخطب له. التخت والمراية علي، بس انت تلحلح شوي. كتر خيرك يا معلمي، الله يفرحك بوضاع القريب بجاه الحبيب محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ايه عمي ديبو، الله يرضى عليك، سبيني انت على الحارة وانا لاحق. حاضر. تمر شي قبل ما امشي؟ ديبو يرضى عليك،
بتيمسح حالتين، واحدة بدي يبعتها للشيخ وضاح المطلق، وواحدة إلنا بالبيت، والباقي بتوزعهم على أهل الحارة. واللبنات والجبنات تحطهم بالبيت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. موسم عام نوال كان أحسن. المشمشات لحالهم كانوا يرمو لهم شي 350 سحارة. يا سيدي الحمد لله. الله يبارك، دائما الله يبارك يا أبو نوري. إيه عمي؟ الدريبة اللي عم يمروا من قدام الشجر عم ياكلوا منه؟ شو ياكلوا ما ياكلوا مختار؟ إيه عليم الله اللي بيمد إيده على مشمشاي وحدة بكسر له إياها وبحمله إياها كمان. إيه مبارح شو مسكت لك راعي غنام كان عم ياكل من هالمشمشات؟ إيه والله دقيت وقتلي حشك ولبك يا مختار على كيفك. لا لا هي ما حبيتها منك نوري منوب. شوف عمي الدريبة كلهم بياكلوا، هذا الشجر إذا ما أكلوا منه اللي بيمشوا قدامه الله ما بيبارك فيه. اتفقنا؟ أمرك مختار. مين؟ أنا أبو حدو. مين يا شهيرة؟ هذا جوزي أبو حدو. جوزك؟ أمك وأختك لسه ما أجوا؟ لا لسه ما أجوا. هفوتي لجوا. علي يا بحدو. مرحبا فهد. علي يا بحدو شرف والله. شريف شريف يلا يلا. دخيلك يا ربي، حتى جوزي صرت محرومة من شوفته. ما بكفي عامليني خدامة، شغل ليل نهار لا طلع ولا فوته. لك حتى أبو حدو نسي العشرة ونسيني ونسي ابنه. رح فيقه وخليه يبكي بركدن إذا أبوه سمع صوته عم يبكي بحن. أهلي يا بحدو. أهلي يا فهد، طمني شو صرت؟ الحمد لله أحسن. هذا مو صوت حدو اللي عم يبكي؟ آه يمكن إيه. يستر على حريماتك، يستر على حريماتك يا فهد. اشتقت له بدي شوفه، قلبي نشف على شوفته. في وين يا بحدو؟ لتكونوا ضعفه؟ لسه ما جربت يا فهد، لسه ما جربت الضنا، الضنا غالي. الله يطعمك. إيه مالي شي، استبر لك كم يوم، كابر على حالك شبنا. شو قصدك يعني؟ خلص بعدين بتفهم. لا تخافي، يعني حلوانك عندي أكيد أكيد. شو ما صارها يعني حلوانك عندي. خلص لا تنسي لي شغلة وضاح. توكلي على الله أم صفوان. ولك الويدا مو هي لمقطعها أم صفوان. ها بعرف يا مو، بس والله يمكن هي اللي بعت لدا السل. شو عم تعمل هون؟ مرت عمي، مرت عمي، أمي عاوزتك. يي هي انتو، والله ما عرفتكم. يو اي بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالع من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شوية وجع راس، قلت اروح لعند الشيخة زمزم خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه سمعتك عم تقولي لا تنسيلي شغلة وضاح. وضاح. ايه قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا مو. اسمع على الحكي، كمان بده يعني يروح شق على شاهر؟ يضرب هو وشاهر بأمري ما حبيتهم ولا طقتهم ولا حسيت بلهفة ناحيتهم. لك يا أخي ما بطيقون أصلاً. أنا ما حبيت بكل هالحارة هي غير واحدة بس، مقدها. هي أحلى كاستين شاي للأبضايات. يا مو، مين في عند أخوكي بالمضافة؟ أبو حدو. أبو حدو؟ يو أمي، وأنتي ليش عم تبكي؟ أخوكي ضربك شي؟ إيه شو فيها يا مو؟ أخوها وضربها بيموت. أنتي سكري تمك ولا تتدخلي ولا كلمة. قلي لي يا مو، هلأ جوزك وأخوكي اتخانقوا شي؟ لا يا مو لا، بس أنا متضايقة شوي. يو أضرب عليك على حظك المعتر. طيب لك أمي، بركي جوزك جاي ياخدك عبيتك.
أخذني عبيتي. إيه مو بعيدة يا تقبري أمك، مو بعيدة. هلأ إذا وافق أخوكي بتقومي بتبوسي إيد أخوكي وإيد جوزك وبتطلبي من جوزك السماح. إيه؟ هو ياخذني على بيتي واللي بده يا بصير. زهدي شبه؟ مو هداك يا بصياح؟ مين بصياح؟ هلأ ما عاد تعرفه لا بصياح مصري. ايه والله فكر شيء ابصياح، وينه ماني شايفه؟ شحه قدامك قاعد على حجر عياش. لك ايه والله، قوم لنسلم عليه ونشوف شو عنده قصص جديده. انا قصص ما قصص، ايه بحياته ما عاد يكذب كذبه بعد البدن اللي اكله من ابو شرار. روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك ابو ضاي؟ اهلين اهلين بالشباب، اهلين بالابصياح. اهلين بالابضايه، اقعدوا اقعدوا ابضايات اقعدوا. لك 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 ابصياح، لك وشك كانه لساته ورمان لهلا. ابصياح شو ما بدك تاخذ قطارك من ابو شراء؟ كل شيء وقته حلو ابو ضاي. والله لك انا مستغرب لك ابو ضاي، شلون بتخلي واحد مثل ابو شراء يعلم عليك؟ لانه انا بفهم بالاصول، لانه بيكون ابو شراء ابن عمه للعقيد ابو ادهم معلمي، ما حلو امد ايدي عليه، بس لولا هيك والله كنت مسحت فيه الارض. شو بتساوي يعني؟ بمسكه من خوانيقه بطحه على الارض. اي بدعكه وبدعكه 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 وبنحشه. بصياح لك مو هذا ابو شراء؟ ها وينه؟ لك استنى استنى، ما هو مو هو مو هو. ايه شو قلت لي بدك تعمل فيه؟ بدي افحصه بهالحجر. اوف ليش فيك تحمل حجر عياش ابو صياح؟ ايه بحمله، بحمل ابوه كمان. شو يا مو راح صهرك؟ مين صهري؟ يو اسمعوا على السمع، شو مين صهرك؟ صهرك ابو حدو. قصدك اللي كان صهري؟ يو على السمع، شو قصدك امي؟ خلاص يا مو خلاص، ابو حدو نسيها لشهيره. يعني امي هو ما جاب سيره شهيره بنو؟ بنو الزلمه جاي يطمن علي. هو ابنه، ابنه ما سال عنه، ما طلب يشوفه، ما سال عنه ولا شيء. بعدين يا مو ابو حدو معه حق، ويكتر خيره الزلمه ستر علينا وما جاب سيرة لحد على هالقصة. لا تلومي يا مو، لا تلومي. لا لا ابو ادهم مو هيك، ابو ادهم رجال معدل وابو ضاي وزقرت وكل عمره عايش على العز والنعم. لا اخي لا، انت ما اشتلقت عليه كيف تغير لونه وصار بده يغير الحديث لما كنت عم تحكي عن حصة عفاف والورثة؟ يعني صهري ابو ادهم بده حصة عفاف من البوايك والبيت وما بده ياخد مصاري؟ ايه ما فشرت عينه؟ ما بيطلع له معنا شيء؟ بس والله صهري ابو ادهم بيحبنا وما بظن انه صهركن عنده الله كافيه، ولا مفكر بورتة حرمته ولا برزقتها. وشلون صار جرحك يا بي؟ الحمد لله يا بي احسن. الحمد لله. ديبو شبلكن سحالة المشموش؟ ايه ابن عمي يسلموا ايديك، بس سحارة واحدة ما بتكفيها، لانه بدي اعمل معقود ممروت ومعقود مفقش وشوية امر الدين. بس تروحي على المزرعة جيبي شو ما بدك وفقشي ومرتي اللي بدك يا. ليش يا بي انت رح نروح على المزرعة؟ بهالكم يوم ان شاء الله يا بي، انا وصيت ابنوري وبنتها يقلفطوا المزرعة كلها. وين قايم يا مو؟ يا مو بدي يطلع على غطي يرتاح شوي. طلع ريح يا بي، طلع. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهله حبيبي. قومي سميحة شوفي مين. ايه على عيني. مين بده يجينا بهالليل؟ احكي له قصة تحسين مع بيت ابو محمد هلا ولا بعدين؟ هذا عمي ابو سليمان يا ابي. اللهم اجعله خير. امين. والله يا ابن عمي هالولاد تعبيني كتير، وسليمان مثل ما بتعرف من يوم ما حمل حجر عياش انكسر وصفي عطيلة، وسليم من يوم ما قتل رضا الله يرحمه ما بشوفه بالشهر مرة طايش حجره، وفارس كمان من يوم ما اتجوز راح سكن بالصالحية، وضليت أنا وهالحرمة وهالعطيلة سليمان بهالمزرعة بنشتغل أنا وهالحرمة على قد مروتنا، وسليمان بيساوي كياس ورق، وكل ما جمعنا قرشين بيجي سليم بياخده،
وفارس كل شهرين ثلاثة بيجي بياخذ المونة وبيروح، وما بشوف منهم ولا نقلة. لا تزعل مني يا ابن عمي، انت دللتهم كتير بصغرون، وسليم قتل رضا ظلما وعدوانا، وامه لرضا الله يرحمها ماتت من حرقة قلبها على ابنها، وبرضا لهلا ابنه ما عم يطلع من راسه، الدم تقيل وما بينتسى لك يا ابن عمي. سيدي المكتوب ما منه مهروب. ماشي يلا مساح وشك بالرحمن وصلي على النبي. اللهم صل على النبي. ايه ابن عمي، درينا انه وضاح مجروح، شلونه؟ لا الحمد لله جرحه بسيط وعم يتعافى. الحمد لله على سلامته. اليوم الصبح لا درينا بالخبر، وبنهار ما بنقدر نجي مشان ابو رضا اذا شاف بده يتذكر ابنه ويفور دمه، مشان هيك جيت بالليل. اهلا وسهلا فيك، امتى ما اجيت البيت بيتك لك ابن عمي، عن اذنك شوي. الموضح رضاي عليك يساوينا لقمة عشاء لابن عمي ابو سليمان. اتكي وبيكون جاهز ابن عمي. قومي يا مو، قومي ساعديني. بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نحيمه. ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعل. ما اختلفنا، بس كأنه أخواتك ما لهم خاطر إن يكون لك حصة بالبوايك والبيت، وأنا بشوف إنه معهم حق. الجماعة أخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم، ما بدون حدا براني يدخل بيناتهم، وهذا حقهم. إلا كان يعطوني حق حصة المصاري. أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود إنه الجماعة متدينين شوي، ونحن والحمد لله لك عفاف، الله ما نعم علينا. بدك رأيي؟ فوتي حقك لأخواتك وسامحيهم، هيك بتكسبي مودتهم ومودة أولادهم، وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة. يعني ابن عمي أنت إلك خاطر إني فوت حقي؟ شوفي يا عفاف، أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك إنك ما تاخدي حقك، بس أنت وازنيها بعقلك، إذا أنت تنازلتي لهم رح يلاقوها حلوة كتير منك. تقبر قلبي يا حق، طول عمرك شهم وقبضات ونفسك عفيفة. لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله وذكره الطيب، ويكون بصحته وعافيته هو وعياله، ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه. وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك أنا رب العالمين رضيان علي لأنه جمعني فيك. خيي كلنا مش نايمين نحسنين، اسا بنعمل هالبرمي بنرجع على الكركون، بنشوف لهذا الباشاويش نايم من دفس، بنحط راسنا وبننام. يا خيي الحارة أمان، في شي بيخوف. أنا شايف الأضوية مش شاعلة، بجوز انطفوا من الهواء. قولتك، شرفوا. بس ما يكون يشتلقوا عليك. لك لا ما اشتلقوا، سمعتهم عم يحكوا مع بعضهم انه رايحين يناموا وما حد رح يرجعوا. اكيد هيك سمعتهم عم يقولوا. لك ايه اكيد اكيد. يلا 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 لسي لسي. أنو غلّي قديش طلعوا؟ لك أربع خمس براغيت قدردد يطلعوا يعني. تحسين؟ شو في بجيب التانية؟ ما فيها شي، فيها هي غلّة الخان ما حدا يقرب عليها. غلّة الخان؟ أه يا واقي يا حرامي، قسماً بالله هي غلّة الخان أبو علوش. طعف فيها، طعف فيها تحسين. تحسين بكسنة تحسين؟ بعد أشوف والله لا أطلع بروحك يا تحسين. لك حرامي أنت حرامي. الله يسامحك يا أبو علوش، بعدين نحكي فيهم هدول. يلا يلا بحارك.
خالصين؟ هلا بنروح بنتقاسم المصاري. لك شو رح تفضحنا انت؟ تحسين بكره بتجي وبنتقاسم المصاري بكره وبنتقاسم الاغراض بكره. مش مش يلا سلام. ايش هيك معنك كل الاولاد؟ يسعد صباحك ابو ياسين. اهلين ابو فخري، الله يصحك بانوار النبي. شلون يا اخ محمد؟ اهلين ابو فخر. ابي الله يسعد صباحك. شو ابو ياسين؟ ايه باي انت صاحبك بصراحه فاتي على بكير اليوم. ايه والله هيك باي، هذا يمكن هربان من مرته على بكير. حلوه عجبتني، منين خطرت لك هاي؟ يا ديبو، ديبو علينا ابو صادق. مرحبا ديبو. اهلين. شو المختار مو بالبيت؟ لسه ما اجى. الله يرضى عليك يا ديبو، رونا ديلو خليني يمشي قبل ما تشوف بالدنيا. بسرعة الله يخليك. يلا يلا تكرم عبد الله ياني انت ندورة. اه طفي الشوبات يا حبا. اهلين عسلامة. اهلين يا عمو حبي. تا تا يا عرفان. اهلين يا ياسين. اهلين والله يا شباب. اللهم لا اسالك رد القضاء. بسم الله. دمعه الله يبارك له. على كيفك يعني؟ شو صار صراحه الحركه اليوم؟ ان شاء الله الف دايمه. صحتين وهنا تقبرني يا رب. ابن عمي بدي اقول لك شغله. قولي. أما محمد الاسكافي مبارح اجت لعندي. أميت أهلا وسهلا. إيه بس المخلوقة متضايقة كتير. خير شبه؟ هذا تحسين ابن عمه لأبو أدهم. شبه تحسين؟ لشوف ميم. صباح الخير معلمي. أهلين خالي ديبو. أبو سادي عم يستناك قدام الحاصل، قال عاوزك ضروري ضروري. يلا سبقني يقول له جاي. امر شي معلم. سلامتك. يلا خاطرك موضح. مع السلامة الله معك. الله يقصف عمره هالأم عبده، شلون شافتني وعرفتني. والله بكرة لا تفضحني بالحارة، وخصوصي إذا حكيت لأم وضاح. هي من غير شي ما بتطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لابنها؟ ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟ شو بدي ساوي هلا؟ إيوا والله ما لي غير اسبقها لعند أم وضاح وأقطع عليها الطريق. شو هي شغلة وضاح يا ترى؟ مرت عمي أم صفوان عم توصي مرت الشيخ جوهر إن ما تنساها؟ غريبة. وما أنت رفعت بنوب من حكمة أبو صفوان؟ لا والله يا أبو فخري، لا والله البنت كل مالها لورا. معناتها ما صفي قدامنا غير الشيخ جوهر. عم يقولوا كتير منيح وما بيصعب عليه شيء. يا أخي فكرت بالشيخ جوهر، بس الشيخ جوهر عم بيقول عنه شيخ نزير مش عاوز وكذاب. لك لا شو كذاب، والله في كتير ناس استفادوا عليه للزلمة يعني، بس هو الشيخ نزير ما بيصعب. السلام عليكم. أهلين أهلين أبو نجيب. أهلين أبو نجيب. خير إن شاء الله، ما بتشوف إلا الخير سيد راسي. شو خير؟ شان كرت دكاكين سيدي. شو بنا أبو نجيب؟ لسه الشهر ما خلاص. شو الحكي؟ مين قال لك ما خلاص؟ امبارح اطلعت على الهلال شفت. شو الحكي سيد راسي؟ أعوذ بالله خلاص؟ لا أنا سيدو ما خلاص، لسه الهلال ليهل بده يومين ثلاثة. هلا يومين ثلاثة بيناتنا سيد راسي أبو فخر شباك؟ أي أبو نجيب في فرق، بس يهل الهلال تجي تاني يوم تاخد حقك عدوز بار عمي. شو عليه يا سيد راسي؟ شو عليه يومين ثلاثة يومين ثلاثة؟ الله يسامحك يا فخري، الله يسامحك. والله مالي نفس أضحك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين بخيره، شرف تفضل. خير شو بقى كرني؟ هل بده كرت دكاكين لسه شهر ما خلاص؟ ضربة تخلع رقبته إن شاء الله. خير أبو محمد؟ ليش شايفك مو على بعضك؟ خير شو القصة؟ سيدو بعيد عن أحبابك يعني، بنته مرضانة شوي.
وحكمة أبو صفوان ما أثرت فيها. أخي بسيطة أبو محمد بسيطة. لك شو بسيطة يا أبو خيرو؟ شو بسيطة؟ البنت رح تروح من بين إيدي. لا اسمعني لك، بتاخذها على خستخانة الغربة، هي فتحتها الدولة هنيك، في حكمة دارسين وفهمانين، خذها لهنيك وتوكل على الله. والله ما بعرف أخي أبو محمد، اسمع مني وخذها على الخستخانة. يلا ربي يشفي وعافية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أبو الفخر أخذها على الخستخانة؟ لك لا، شو تأخذها على الخستخانة؟ يعني الله يرحمه أبو عارف ما تهنيك. إيه والحل؟ الحل ما لك غير الشيخ جوهر. مرحبا عمي يا فخري. أهلين. كنت اشتري من عند عمي ابو صلاح ملح، ما لقيته بدكانه. وين بده يروح يعني عمو؟ روح شوفه عند ابو صفوان، عند ابو ياسين، عند ابو رضا. عمك عمي. أهلين. شو حكايته ابو صلاح؟ دكانته مفتوحه من قبل ما تفتح دكانتي، يعني من قبل طلوع الضوء ما شفته ولا له حركه. لك ايه والله انا هي. قوم فخري قوم شوف شو الحكايه. يلا قوم قوم. صلاح؟ يا ابو صلاح. يا عم شو وعدك يا محمد؟ ليك؟ يا عم لك قفل مكسور ومحل فاضي كانه مسروق. لك ابو زيدي، ابو صفوان، ابو ياسين، ابو رضا، لك انسرق محل ابو صلاح يا عالم. يا عم شو هالحكي؟ ايوه والله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف مسكين يا ابو صلاح. سرقة بحارة العياش. عم بقول لحالي ليش فاتح بكير ابو صلاح؟ وينه ابو صلاح هلا؟ وينه ابو صلاح؟ شو في يا جماعة؟ شو في؟ لك انسرع محلك يا ابو صلاح. شو هالقولة؟ هدي حالك هدي حالك. طول بالك طول بالك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يخرب بيتي الله يخرب بيتهم، يحتك حريش الشغله. وكل الله ابو صلاح، وكل الله. بيتك عامر ما بينخرب ونحن موجودين. نحن يستوطوا حياتنا ويسرقوا لنا الدكان؟ بسيطه الا ما اعرفهم. صلاح الله يرضى عليك، روح خبر المختار. وانت يا ابو صلاح روح خبر كركون. وشو بدي اسوي الكركون؟ شو بدي اسوي الكركون يا ابو صفوان؟ يا ابو صلاح ما بيصير، لازم الكركون والمختار والعقيده بوقتها بيدروا بالقصه. لك لك روح بسرعه. يلا 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 روح صلي على النبي. والله ومسكتك يا كرنيبي يا شرني. وقال شو؟ بتنظنظ لي حالة وبتتمسكن وبتقول أن غشيمة يا بعدي، وبحياتها لا راحت على الشيوخ ولا بتعرف بهالشغلات. الله لا يوفقك يا صبحية. قال أم صفوان قال إن شاء الله ما بتشوفي الصفا والهنا بحياتك يا مقوصة يا محورقة. معناتها من هيك عبده تغير من يوم ما أخذ بنتها. يا ترى كم محجاب صارت عاملت له؟ والله أعلم شو عم تسقي والطعمي كمان. لا هاي شغلة ما بينسكت عنا بنوب. إيه والله بتروح لي الصبي. يامو شبك شبك شوفي يا عمو. شو بوضح؟ آه؟ يعني ليش لحتى مرت عمي أم صفوان تساوي له حجاب عند الشيخ جوهر؟ يو وانت شو دخلك بهالقصة؟ آه؟ شو دخلك فيها؟ تمام. تشيكو زعل تشيكو زعل. حضرة الباشا ويش شرف وصلتوا لشي؟ أكيد يا فندم أكيد. شو حضرة الباشا ويش بيّن معكم شي؟ طبعاً أول باشتان هذا مش واحد نفر هرامي، هذا تنين نفر هرامي. أها والله فكرناك عرفت الحرامي. وتاني باشتان هذا ولد حرامي سراق، أكيد كان في معه حديدة شاكوش يعني قاينجا. يعني أكيد بده يكون معه حديدة، شلون بده يخلع الباب يعني باشاويش؟ يعني انت في عندك معلومات مين هو هرامي؟ انت لازم بيروح معي كركون مشان يعطي نحن معلومات. لك شو معلومات ما معلومات؟ انا ما بعرف شيء انا. السلام عليكم. وعليكم السلام مختار افندم نصي سن. شو حضرة البشاويش طلع معكم شيء ان شاء الله؟ معلوم مختار افندم، أول خيط صار هون بإيد حضرتنا. أخ خال ما في أحلى من هيك. بس هذا فلد جزار في عنده معلومات مهمات ومفيدات، لازم بيروح كاركون. أيوة. لسه بيقول لي معلومات ما معلومات. أخ عمي أنا معلومات يوك يعني يوك. لا 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 أنت في معلومات.